عشر دقائق غابت فيها الماكينات وحضر فيها منتخب الشيلي. ولكن الآن رويدن رويدن كتيبة يواكيم لو تدخل قمة اللاتيني بالجرماني. كرة ممتازة خطيرة ومسعود أوزيل. أوزيل يعطي كرة والهدف الأول للمانشافت. الهدف الأول للمانشافت عن طريق السوبر ماريو جول دور دي جويس. الهدف الأول للكتيبة الألمانية. 1-0 الناس للمانشافت. هنا جماهير تصفق هدف العادة لانتصار العادات لتأكيد الامتياز. ألمانيا لم تتغير لم تتبدل. أوزيل يعطي أسيست في وقت قلت أن أوزيل ألمانيا أفضل في هذه الفترة من أوزيل أرسنال. ماريو كأنها ضربة جزاء أعطاه بينالتي وقال له حطها بالشبكة وفي الشبكة تهز والشبكة تهتز يا إيريرا عن طريق سوبر جديد سوبر صغير في السن وكبير في المعطيات ماريو جويتس الألماني.